الهروب من العنق والرحم هو المنطقة الواصلة بين المهبل والرحم، يعني هو نقطة الوصل بتستقر هنيك. احتمال ما تعمل أي شيء، واحتمال تعمل سرطانات عنق الرحم. ونحن الاحتمال الأسوأ دائما نحن نعتمد على الاحتمال الأسوأ. التهابات النسائية المتكررة، يعني دائما في كثير نساء عندهم التهابات متكررة، يروحوا يعالجوا ثاني مثلا بعد شهرين يرجع عندها الالتهاب. بهالحالة هذه إذا وصلت الالتهابات النسائية للدرجة الثالثة من الالتهابات، فاحتمال تنصاب